ان انت تلعب بهذا الشكل وبهذا الاداء. خلي بال حضرتك قبل كاس العالم او قبل كاس الامم الافريقيه المباريات اللي قبلها كلنا بنقول ان المنتخب ملوش شخصيه وملوش شكل وملوش شخصيه وكذا وكذا. دلوقتي لا، دلوقتي انت ليك شكل جيد، ليك شخصيه جوه الملعب، عندك لاعبين جدد استطعت ان انت او هيكونوا هم مستقبل كره القدم المصريه خلال الفتره اللي جايه. بصراحه انا زعلت على ال 100 مليون وزعل ال 100 مليون، ولكن انا برضو زعلت على زعل محمد صلاح وزعل محمد عبد المنعم وزعل بقيه اللاعبين اللي موجودين وزعل محمد الشناوي وعياط محمد الشناوي وابو جبل. الحقيقه اللي انا بقدم له كل التحيه من داخل قناه النادي الاهلي، ويعني يستحق ابو جبل ان يكون الافضل خلال هذه الفتره، لانه طوال ال 120 دقيقة انت كنت ممكن تطلع خسران 2 أو 3، ولكن بسبب تألق هذا النجم الكبير أبو جبل في هذه البطولة استطعنا ان احنا نصل إلى ركلات الترجيح، وكان هيصد آخر كورة بتاعت ماني هيصدها، ولكن قوة شخصية ماني وتركيزه في ركلة الجزاء قدر ان هو يجيب ركلة الجزاء الأخيرة ويصعد أو يفوز المنتخب السنغالي على المنتخب المصري.